à la bataille. لقيت الصراحة ما جاي يا خي انا الغي الصوت ده كله عاجبكم في الصورة دلوقتي جاي في الصورة عاجبك يا اسطى بقى انت دي ولعت عندك انت بتصور الناس من فوق ولا مش انا اول مره اشوف حد بيصور الناس كده ساعات نهار شنان يلا طرف النار بيسا مادر انت اجازة بكرة مرقوش هنا ليه مش كان لسه خدت عنين غريبة ما هنا هتلاهم يعملوا الوقت بعد ما نكون نفسه بكامل الناس بان استغلق صح؟ هي دي كانت حوالية كلها بتضرب بتعرف غريبة يعني الناس مش حلوة بعيد أوي
اشتري الكاميرا اللي هي بتاعت التصوير اللي هي السوم الكبيره هي. نفسي اجيبها اصلا بقالي فتره طويله مش عارف الكاميرا عايز اجيبها اشتري. مين اللي شاريها لها غالي قوي؟ صور ده يعني؟ اه لها غالي. مين اللي شاريها لها غالي؟ واحد برضو مش حاسس يلا يا عم سنة جاية تكون في حضن العيال كده ان شاء الله. معلش هو كان هيقول كلمة تانية بس يلا. يلا يا خالد. ما تسيب الجو كده اللايت. نسيت؟